السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وسعد الله مساكم جميعا بكل خير. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع متابعينا السابقين والمضافين الجدد، حياكم الله جميعا في ميسم ورد الطائفي. الكثير 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 متحمسين للخلطة الشتوية أو المخلط الشتوي من ميسم ورد الطائفي، واللي كل سنة ننتج منه ما شاء الله تبارك الله إصدارات جديدة. السنة هذه إن شاء الله بإذن الله راح تكون سلسلة إصدارات من الخلطة الشتوية، راح نبدأها إن شاء الله بإذن الله هذا الأسبوع. أسأل الله كريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم وننتهي، لأنه جالسين نختبر اختبارات. شوفوا هذا تستر اختبار نحن مسوينه للخلطة الشتوية، وجالسين نعدل ونزيد وننقص إلين إن شاء الله بإذن الله نخرج لكم بمنتج فاخر، ولا يبغى لها عجلة أبدا. اللي يبغى لها تركيز واختبار تمحيص، حتى إن شاء الله بإذن الله نبهركم إن شاء الله بإذن الله بإصدار فاخر جدا من الخلطة الشتوية. اللي أنقذنا بعد توفيق الله ان احنا عندنا في ميسم ورد الطائفي حصيلة سنين من الخبرة وحصيلة سنين من القواعد. شوفوا هذه قاعدة ترى لها سنين مخمرة، بودرة تراب مسك الغزال مع عنبر الحوت في هذا البكر. الآن نحن لو أضفنا عليه أدهان العود، نحن سوينا اختبارات، لو أضفنا الآن أدهان العود هنا وحطينا على جهاز الخلط المغناطيسي لفترة معينة ما هي طويلة خرجنا باللي نبغاه. ليش؟ لأن التخمير هذا لسنوات عديدة، هذه تراها حصيلة عطار، سميناها لبنة العطار، حصيلتنا لسنين عديدة جدا جدا. هذه اللي تشوفونها ثروة، أنا أعتبرها ثروة سنين مضت من الخبرة ومن الإصدارات ومن المخلطات اللي سويناها. فشوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الكمية هذه تقدر بسعر ليس بالقليل. كيف حصلنا على هذه مخلطاتنا اللي بين أيديكم اليوم وتطيبون منها؟ كل ما أنتجنا مخلط صبيناه في العبوات، بقي عندنا أسفل المخلط شيء من القاعدة اللي هي بودرة تراب مسك الغزال وعنبر الحوت، هذه نقوم نجمعها ونحطها على بعض زي كذا إلين جمعنا هذه الكمية. تركيب مخلطات العود هذا علم وبحر، اللي بيتعلم فيه يبغاله أولا أنه يجرب على يده بطريقة مسح الكفوف. طريقة مسح الكفوف هي الطريقة التي نبعت منها المخلطات. كيف تقول لي؟ كنا في البداية كلنا أي واحد يركب مخلطات اليوم كيف نبعت من عنده الفكرة أو نبعت في رأسه الفكرة هذه، يكون قد تطيب بدهن معين كذا وبعدها تطيب بدهن آخر وشم المكس وأعجبه ونبعت في رأسه فكرة في ذهنه فكرة أنه لو حط الدهنين هذه مع بعض وتكون أدهان جميلة وفاخرة بيطلع معه ما شاء الله تبارك الله نكهة جميلة. من هنا نبعت فكرة المخلطات، وبعدها تجي فكرة ثانية في الرأس أنه أنا لو أضفت الأدهان هذه مع بعضها وطلعت بنكهة جميلة. طيب النكهة هذه يبغى لها أن نزيد فوحانها، فنقوم نستخدم مثلا على سبيل المثال دهن الورد الطائفي. دهن الورد الطائفي يطير الفوحان، يخلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله التركيبة هذه اللي سويتها يخلي فوحانها عالي جدا جدا. طيب أبغى أزيد الثبات،
أقوم أحط معها بودرة تراب مسك الغزال الطبيعي، يزيد الثبات ويجمل النكهة. سبحان الله، مع أن هو نكهته غير مستساغة لوحده، ولكن عند إضافة هذا دهان العود تعطي نكهة جميلة وأيضا تزيد الثبات. أبغى أحلي النكهة، أقوم أضيف لها إيش؟ أضيف لها مثلا دهن العنبر. دهن العنبر يحلي النكهة، ولو كانت الأدهان فيها زنخة أو زخمة يمحي هذه النكهة الحيوانية مرة بالمرة. أيضا دهن الزعفران، دهن الزعفران أيضا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من المستخلصات العطرية اللي تجمل النكهة وتحليها. فزي ما علمتكم تركيب المخلطات لا يولد باللحظة، إنما يبغى له فترة حتى تختبر وتقيس النكهة وتجرب حتى تضمن أنها ما تتحول للأدنى، إلا بالعكس تزيد للأفضل. كل ما جلست فترة يعني كل ما طيبت فيها تلاحظ أنت الهرم العطري تجده للأفضل. ولا يمكن أبدا أن تكون نكهة المخلط جميلة إلا بجمال أدهانه. إذا كانت الأدهان المستعملة في المخلطات جميلة ونكهتها فاخرة وأدهان فاخرة، يطلع لك مخلط فاخر. كانت الأدهان فيها كينيميني، ما هي بزينة في بعضها، ترى ما تزين المخلط أبدا، إلا بالعكس تجد نكهة مخلط غير جميل. فلذلك كل ما زانت الأدهان كل ما زان المخلط، وكل ما رزقك الله خبرة، أيضا الخبرة مهمة جدا جدا. فهو ممكن أنك تحط دهن يكون نكهته قوية جدا جدا، وتضع مقابله دهن آخر نكهته ضعيفة. وجميع الأدهان يعني فاخرة، ولكن النكهات تعرفون دهن عن دهن، تكون نكهة دهن قوي والآخر يكون نكهته فيطغى هذا على هذا، ولكنك استفدت شيء. لذلك لابد أن توضع الأدهان بمقاييس محددة ومعينة. عينتين اشتغلنا عليها للمخلط الشتوي من ميسم ورد الطائفي لعام 1446، بنختبرها وبنشوف الأجمل فيهم والأكثر ثبات وفوحان ونكهة ونعتمده، والثاني راح نستبعده ونتلفه. إذا اعتمدنا واحد راح نضيفه في القاعدة ونتركه على جهاز الخلط المغناطيسي حتى يخمر، ومن بعدها نضيف عليه عطر الملوك. إذا خلصنا مرة حطيناه هنا في القاعدة تركناه يخلط، بنشيله بعدين المخلط ونضيف عليه دهن عطر الملوك عفوا، ونبدأ إن شاء الله بإذن الله في تعبئته وشحنه. وعشان تعيشون معنا المتعة فعلوا التنبيهات، شغلوا الجرس الموجود هنا في على الشاشة حتى تكونون معنا لحظة بلحظة. إن شاء الله بإذن الله راح تكونون في تغطية شيقة جدا جدا في
إصدار هذا المنتج. استودعكم الله في أمان الله.